السلام عليكم. فرحانة بزاف نشارك معكم في هذا اللقاء هذا الصحفي. بغيت نهضر على جمعية أجنحة الرحمة. هي واحد الجمعية اللي أنا شخصيا استفدت منها الكثير والكثير، لا من الناس اللي خدامين فيها، لا من ليزيفينمون اللي كيدوزوا. صراحة كيدوزوا بزاف بزاف. خديت تجربة اليوم ديال الكلون، وهانتوما كتشوفوا تبارك الله يعني كاين التلاميذ اللي عجبهم بزاف الحال، وأنا زعما كشخصيا زعما شخصيا خديت تجربة زوينة زوينة بزاف في هذا الدومين. شنو غنقول، كلمة أخيرة، شكرا بزاف لكم على الدعم وعلى التغطية، وشكرا بزاف لجمعية أجنحة الرحمة اللي خلت لي هذه الفرصة هذه باش نكون مع هاد الأطفال الصغار، حيت ما كاين ما أحسن أنك ترسم بصمة صغيرة على وجوه أطفال بريئة، وشكرا بزاف.